السلام عليكم. اليوم يوم جديد، حنروح زيارة سريعة للندن. هم حيروح يتفرج على مسرحية بيبا بيج، بعدين حنروح برايتون ونبات هناك. سوي زي كذا. اجل كنت افطر هنا، يوسف جاء عندي اخذ العصير حقي وحطه عنده. هذا حقي، انت عندك حليب حقي. خلص عصير حقي، دحين يبغى عصير ايمان. Say thank you إيمان. أنا إيمان يحب يفطر هنا، بس شوفوا يوسف والله هو لحاله يحب يطلع ويفطر في الحديقة. حب تفطر هنا مع هذا المنظر؟ هذه حديقتهم ما شاء الله. Too big. ما تبغى؟ إيمان أنت بتساعدي يوسف؟ لابس الجزمة؟ شكراً، شاطرة إيمان. طبعاً أنا أجهز في نص ساعة بس لما يكون معنا أطفال النص ساعة هذا يتحول إلى ساعتين تجهيز. للأسف اليوم لازم أجر هذه الشنطة معايا. القطار لسه ما جاء. لا هو حيجي هنا بس كمان لا صار حيجي من هنا. مشوار نص ساعة تقريباً إلى لندن. طلبت قهوة كات حتى انت عندك كيت كات؟ اوه غسل يدك لك. وصلنا بس ما حقدر اصور لاني بجر الشنطه هذه وبشيل القهوه باليد الثاني. او انت بتجرها؟ طيب شكرا يلا. شوفوا مواقف الدراجات. شوفوا هذا كله طابور حتى يدخلوا مكان اسمه شيرلوك هومز. ما قد دخلته ولا مره في حياتي، بس من الزحمه شكله جيد، يبغى لي يدخل يوم من الايام. هذا هو المدخل شارك هومز، متحف شارك هومز. هذه من اجمل الحدائق في لندن، مره مره جميله، احبها. ريجنز بارك اسمها. طبعا الحديقه هذه جدا كبيره، احنا بس جايين هذه المنطقه. تبغى اكل؟ لحظه، طبعا اشتريت لكم اكل. لحظه، كلهم جو عندنا هجوم. هاي يوسف مبسوط؟ اوب 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 اخذ كلها. حتى في غراب هناك، انواع الطيور اللي هنا سبحان الله. وشوف المنظر، شوفوا والله منظر خلاب ما شاء الله تبارك الله. اتوقع انه بيجي طير ياخذه من يده. نشوف دحين. يوسف لوك، يوسف لوك لوك، يوسف لوك يوسف. ما قاعد يطالع. Oh my gosh! It actually hurt me a bit. It's hurting. Oh, that's fear. But it kind of hurt me. Now it doesn't feel good. I just put. طبعا زيارة لهذه الحدائق بلاش، ما تدفع، ومن أمتع الأشياء. بيمسك. الأطفال جدا استمتعوا، وتعطيهم بالذات لما يأكل الطير. Finish, finish bed. يقول more bed. شوف هذول واقفين جنب بعض على الحافة. إيمان حتحاول تشيل أنس دحين، شوف دي تقدر تشيله؟ يلا. والله ثقيل صح؟ طيب أنس أنت حاول تشيل إيمان، إيش رأيكم؟ يلا بسم الله. يلا. أوه هو يقدر يشيلها. طبيعي أنس وزنه 25 كيلو، إيمان وزنها 19 كيلو. شوف الورود ما شاء الله والجمال. جينا هنا على السريع عشان ناكل الطيور ونمشي. هذه القطارات طبعا موجودة من أكثر من 150 سنة سبحان الله تحت الأرض. يوسف يوسف، هذا المحطة ما فيها مصعد للأسف، فلازم ننزل على درجة متحرك بالعربية، صعب شوية. شوف العالم، شوف الزحمة في هذه المحطة، محطة ستراتفورد. اليوم في مباراة ويست هام، اللي بيروح يتفرج المباراة يمشي كذا، واللي بيروح المول هذا أكبر مول مدني في أوروبا يمشي كذا. شوف الزحمة كيف. هذا اعلان لعطر ديزل جديد، هنا مكتوب I will be no angel my angel. يا ملاكي انا ما حكون ملك. استغفر الله. هذا المول بزياده بزياده زحمه في نهايه الاسبوع. اليوم تقريبا نص يوم انا في سفر، سافرنا من بيكنفيلد لندن، والحين بنسافر من لندن الى مدينه برايتون في الجنوب. غالي والله 350 ريال عشان نروح برايتون اليوم نرجع يوم الاربوع. هذا المبنى اسمه ذا شارد، اطول مبنى في غرب اوروبا، تملكها دوله قطر. مان كيف كانت المسرحيه بيك بيك؟ مو مرة حلو؟ عجبك انت؟ اعطيني هذا، هات هات يوسف. دون ميس ماي هيرو.
ناو. اقول له لا تخبط شعري سويها زياده. لا تخرب. Don't mess my hair up. No. Ow, 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 ow. Yusuf, stop it. Yusuf. ساعة مرة نشيل العفش مع هذا الولد ما شاء الله الله يحفظه. خليك هنا لا تقوم لا تزعق تزعج الناس كلها. لا تو طلبت بيتزا من تطبيق دومينوز على الجوال عشان ناكل اول ما نوصل الوقت. اصعب شيء يسلي فيه يطفش بسرعه. يلا بيتزا. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا بيت امي وابوي ما شاء الله في برايتون وفي العاب كثيره هنا فيوسف تحمس لما جاء هنا. تبي بيتزا؟ بسم الله. قول بسم الله. شوف هذه الورود ارسلتها لامي لما انا كنت بالسعوديه قبل 3 أسابيع تقريبا من خلال الانترنت وارسلت معاها كرت انبسطت مره. الحمد لله الواحد يحاول يسعد امه وابوه دائما والله يرزقنا رضاهم. هذا حمام يوسف الله يكرمكم. خلاص احنا في مدينة برايتون، اعشق هذه المدينة صراحة، انا اصلا ولدت فيها حتى امي اخواني، هي مدينة سياحية على البحر في جنوب بريطانيا، بكرة بنحاول نروح البحر ان شاء الله، وان شاء الله انت استمتعتوا بهذا الفلوج، ما سوينا كثير اشياء اليوم يمكن احلى شيء سويناه رحنا الحديقة هذيك مع البط والوز، واذا استمتعتوا اعطونا لايك واذا ما استمتعتوا ديسلايك واذا ما انتم متأكدين اتركوا تعليق وتشوفونا في الفلوج الجاي ان شاء الله مع السلامة. حسبته حيبلع.